أصدر عدد من المدن الأمريكية قرارات بشكل منفرد خلال اجتماعات مجالسها المحلية تطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة حماية للمدنيين وإنهاء الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذا وتحث القرارات الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس على الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين بشكل أسرع.